أنا هحضر العشاء وناكل مع بعض علشان هننزل نسهر في مكان حلو. ظنت ياسمين أنها ستعيش أجواء أسرية مع شقيقها الوحيد الذي قدم لزيارتها للحصول على مبلغ مالي لدفعه كمقدم لشراء توك، وراحت تأخذ قسطا من النوم للأسف كان الأخير. بعد رحيلها عن عالمنا في جريمة قتل، فك رجال المباحث طلاسمها في أقل من 72 ساعة. البداية، منذ الصغر ارتبطت ياسمين بشقيقها ميم الذي يصغرها بأربعة أعوام، وازداد ترابطهما بعد انفصال والدهما واتخاذ الأب قرارا بالزواج من ثانية ليستقر بهما الحال داخل شقة متواضعة بمنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج في ظروف اقتصادية ليست بالجيدة. تنقل خلالها ميم بين عدة وظائف، واضطرت الأخت الكبرى للعمل في ملاهي ليلية لتوفير نفقات المنزل، لكنها كانت تخفي طبيعة عملها عن أسرتها خوفا من اتخاذهم قرارا بمنعها. لكن الصدفة لعبت دورا في كشف تفاصيل السيناريو اليومي لها. بعدما قرر أحد قاطني المنطقة قضاء سهرة في أحد كباريهات شارع الهرم لتقع عيناه على بنت منطقته في الكباريه، ومع عودة ذلك الشخص لمنطقة سكنه انتشر الخبر بين الأهالي كالنار في الهشيم. لكن ميم لم يصدق ما رددته الألسنة عن شقيقته التي أحبها أكثر من نفسه التي بين جنبيه، واستقل التوكتوك الذي كان يعمل عليه آنذاك ليتفاجأ بزملائه يتهامسون بحديثهم موجهين له نظرات كسهام ثاقبة اخترقت جسده. وأخبره أحدهم: امشي من هنا، مش أنت أختك اللي هي في شارع الهرم؟ لم يتوقف الأمر عند هذا الحد لتتوالى الضربات على الشاب الذي لم يكمل عامه 21، ليلاحظ حرص شاب يدعى ميم سين 29 سنة على توصيل شقيقته مساء كل يوم، بالإضافة لتردده المستمر عليها، وكانت تقابله بملابس غير لائقة تظهر مفاتنها على مرأى ومسمع من الجيران، ما نتج عنه وقوع مشادات كلامية حادة بين الشقيقين باستمرار. طرقت على إثرها الفتاة المنزل. تنقلت ذات 25 سنة بين وحدات سكنية بمناطق فيصل والهرم معتمدة على الأموال التي تجمعها من عملها، واقتصرت علاقتها مع شقيقها على منحه مبلغا ماليا بصفة مستمرة، واستقر بها الحال داخل شقة مستأجرة بمنطقة هضبة الأهرام. أحضرها لها محبوبها وقرر أن تكون عش الزوجية الذي سيجمعهما سويا. ومنذ 3 أشهر تزوج المحبوبان عرفيا دون علم الأسرة، واكتفى الزوج بالمبيت أياما قليلة مع زوجته والاطمئنان على أحوالها وتوفير احتياجاتها بين الحين والآخر. ياسمين، أنا محتاج منك فلوس علشان أدفع مقدم التوكتوك، قال الأخ لأختي. فاستجابت الأخت وطلبت من شقيقها الأصغر الحضور لمسكنها في المدينة المواجهة للمنطقة الأثرية، ومنحته 10,000 جنيه كدفعة أولى، وأنها ستعمل على توفير الباقي في غضون أيام قليلة. وسط فرحة الأخ تناسى تحت تأثير المال ما يتعرض له من مضايقات ومعايرة مستمرة بمنطقة سكنه بسبب سلوك شقيقته. مساء الخميس قبل الماضي حضر الزوج للاطمئنان على زوجته ياسمين، ومكث معها حتى مساء اليوم التالي، وودعها على أمل اللقاء بعدها بيومين عشية الأحد، لكنه لم يدرك أنه عند عودته سيجدها جثة متعفنة ليبلغ شرطة النجدة: الحقوني، مراتي اتقتلت. وبعد دقائق تحولت شقة العروسين إلى مسرح جريمة مكتظ برجال الشرطة والنيابة العامة لتكشف معاينة العقيد وائل فهيم نائب مأمور قسم الهرم.
سلامة مداخل ومخارج الشقة دون وجود بعثرة في محتوياتها، وأن زمن وفاة ياسمين يعود ليومين أو أكثر، كما عثر على آثار خنق بالرقبة وبنطال بجوار الجثة. وشكل اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الجيزة فريق بحث تركزت جهوده في حصر علاقات الضحية وطبيعة علاقتها مع زوجها، وفحص كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة. وداخل مكتبه عكف الرائد هاني عجلان معاون مباحث الهرم على تفنيد أوراق القضية ومراجعة أقوال الجيران وأصحاب المحلات المجاورة حول المترددين على شقة الضحية خلال الأيام الماضية، لكن مع ابتعاد الشبهة عن الزوج اتجهت أصابع الاتهام لشقيق الضحية، خاصة أن التحريات تؤكد ترقيها مسقط رأسية في المرج بسبب معايرة الناس لشقيقها، لتزداد احتمالية تورطه. إذ شوهد مساء الجمعة الماضية أثناء نزوله من شقة شقيقته في تمام 11 مساء. أعد الرائد أحمد صبري معاون مباحث الهرم خطة محكمة للإيقاع بالمشتبه به الرئيسي من خلال أكمنة ثابتة ومتحركة في الأماكن التي يتردد عليها، أسفرت إحداها عن ضبطه ليقر بجريمته لعدم قدرته على تحمل معايرة الأهالي له طوال الوقت بسبب شقيقته. ما كنتش بعرف أمشي في الشارع بسببها. بصوت متحشرج ودموع لا تفارق مقلتيه أدلى المتهم باعترافات تفصيلية متذكرا يوم الجريمة، مشيرا إلى أنه حضر لاستلام 5000 جنيه اللي هي الدفعة الثانية كمقدم لشراء التوكتو، وأنه تناول وجبة العشاء مع شقيقته وطلبته بعدها بالنوم للذهاب إلى الملهى الليلي في المساء، إلا أنه مكث بمفرده في الصالة قائلا الشيطان لعب في دماغي. يتوقف صاحب 21 سنة عن الكلام لحظات محاولا استجماع قواه التي خارت ليستكمل حديثه. أخدت السكينة عشان أقتلها بس ما قدرتش، دي حبيبتي وروحي فيها. مؤكدا أنه أحدث جرحا بسيطا لها أعلى منطقة الصدر من الجهة اليمنى، ثم أطبق بكلتا يديه على رقبتها. ما كنتش قادر أبص في وشها، كنت مغمض عيني. ويوضح المتهم أنه أحضر بنطالا من منشر مجاور للسرير وأجهز على شقيقته. دخلت الحمام وغسلت وشي ونزلت، متذكرا أن ليلة الحادث لاحظ حمل شقيقته هاتفي محمول، أحدهما آيفون، فجاء تصرفها مفاجئا له. طلعت الشريحة بتاعته وديتهولي، قالت مفيش حاجة تغلى عليك يا أخويا، ادته التليفون. واصطحبته بعدها قوة تضم الأمناء عماد أحمد ومحمد قطب وربيع إبراهيم لمسرح الجريمة لإجراء المعاينة التصويرية. هنشوف حادثة مؤسفة تانية بقى داخل أحد أروقة محكمة الأسرة الذي يقع على الجانب الأيمن لمحكمة بورسعيد العمومية في آخر الممر، تقع جاع قاعة الجلسات رقم 2، والتي تشهد قضايا الخلع والحضانة وغيرها من قضايا الأحوال الشخصية. وعلى جانب الممر تقع دكة خشبية طويلة يجلس عليها عدد من السيدات اللاتي مال عليهن الزمن سواء لهجرة الزوج أو لسوء معاملته لهن. وعلى الجانب الآخر من الدكة الخشبية تجلس فتاة في بداية العشرينيات من عمرها في عزلة، والدموع تسيل من عينها والحزن يخيم عليها كأن عمرها قارب 90، وحيدة متربعة الأيدي كأنها تحتضن نفسها بخاطر مكسور وعيون مليئة بالدموع والحسرة. بدأت حديثها أبلغ من العمر 25 عاما، وأنا طالبة جامعية وتابعت، تزوجت وأنا عمري 20 عاما من رجل يبلغ من العمر 32 عاما، كان يعمل بأحد الدول العربية. وتابعت قصة الارتباط، بدأت بمجيء والدته لوالدتي وعرضت فكرة الارتباط وطلبتني لابنها وأخذت صور لي
حتى يتسنى لابنها العريس أن يتعرف عليه. وبعد فترة تم تحديد ميعاد الشبكة، وفرحت مثل أي فتاة هكون عروس وأفرح مثل البنات. مضيفة يوم الخطوبة فوجئت أن حماتي هي اللي هتلبسني الشبكة، والعريس هيبقى معانا على الفيديو. وهنا وبدون مقدمات حاصرتنا أم العريس بكلماتها: أكل عيش يسيبه يعني، وقتها فقدت فرحة العروسة. منذ أول ساعة في ارتباطي وبالفعل تم تحديد موعد الخطوبة، وجاءت والدة العريس تلبسني الذهب ودبلة الخطوبة، وأنا أحاول الابتسامة من أجل اللقطة والصور. وأوضحت الفتاة: بدأت بالتواصل معه عبر الهاتف، ونحلم معا باليوم الموعود. وفرحت كثيرا عندما علمت أنني سأسافر معه للدولة العربية التي يعمل بها، وأنه سوف يعوضني عما ضاع في فترة الخطوبة. مر عام الخطوبة، وجاء العريس الموعود، وتم تحديد ميعاد الفرح الذي يتحدث عنه كل بورسعيد. حسدتني عليه كافة الفتيات في العيلة، واستكملت حديثها في ليلة الدخلة التي كنت أحلم بها منذ الصغر. كانت الكارثة الكبرى، اكتشفت أنه مش راجل. فعندما أغلق علينا باب واحد وأصبحت حلال، وحلالي تركني وجلس على اللابتوب ليتحدث مع أصدقائه ويروي لهم مشاهد الفرح. وتابعت بعد فترة من الوقت ودون مقدمات، طالبته بحقوق الشرعية، رد علي قائلا: ريحي نفسك، أنا مش راجل وضعيف جنسيا. مضيفة سافرت معه، وكنت أظن أن الأمور ستتغير للأحسن، ولكن ظل كما هو. بالعكس، بدأ يخذني لحفلات خاصة والنظرات تخترق جسدي. على مرأى ومسمع زوجي الذي لا يبالي بأي شيء، وبدأ بعض أصدقائه يتحدثون معي وزوجي ساكت، وعرفت في النهاية أن هذه الحفلات حفلات جنس جماعي وسوق للمتعة. فزوجي طلع ديوس وما عندهوش كرامة، وأردفت حديثها والدموع تنهال من أعينها: زوجي عاوز يبيعني للرجال مقابل المال، وهو مش قادر ياخد حقوق الزوجية. بعدها نزلت بلدي لأتخلص منه، ولكن المفاجأة كانت في انتظاري. وأضافت: فوجئت أن والدته جردت الشقة من كل محتوياتها، وتوجهت إلى قسم الشرطة من أجل تحرير محضر تبديد بالمنقولات الزوجية، ودخلت في دوامة المحاكم قضية تبديد المنقولات وأخرى للطلاق للضرر وغيرها بالنفقة. دي الضحية للأسف.